مرة مكلف، حرفها مكلف من مرة موسم تيجي من مرة موسم ليش تيجي طبيعة الحال. حتى سيديس الآن شفناه في مباراة الكاس، هذا شيء مميز، شيء جيد من فالفيردي، أنا أعطيه الفرصة لأكثر من لاعب، يحس حتى اللاعبين ولا ننسى أن هناك جزء من هذا الفريق، هناك مجال للتعويض مثل مباراة سيلتا سيتي، في المباراة الأولى تعادل الفريق، في المباراة الثانية لعب في التشكيلة تقريبا الأساسية وفاز فوز مريح في شوط واحد. هناك ثلاث مواجهات، هناك المواجهة اليوم كأس العودة، وحتى في مواجهة العودة في الدوري، في الدوري يعني تقريبا بداية الدوري 10 أيام سوف يتواجه الفريقان ثلاث مرات، وهي فرصة لي كما قلت لفالفيردي غارسيا الذي كان لاعبا هنا في دوري قطري مع نادي الريان. إذا شكرا لك كباتن حسام، شكرا جزيلا لك، شكرا كابتن يوسف. سأذهب مباشرة إذا إلى ملعب الكورنية مع زميل سوار. ذهب سوار، مساء الخير، أمتعنا. ديربي كاتالونيا في ربع نهائي كأس الملك إسبانيا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للزميل العزيز الأخضر بالريش، وشكرا للزملاء في الاستوديو التحليلي على هذه الرؤية الفنية. التحية لكم أيها الأحباب، معشر العشاق لكرة القدم الإسبانية، هنا نلتقي وإياكم في ذهاب ربع نهائي كأس إسبانيا، ولقاء يجمع بين فريقي إسبانيول وليونيل. يطالع هون الشباك والمرمى الذي اعتاد على معانقته دائما وأبدا، ميسي قدم والتسديدة ولكن إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى خارج أرضية الملعب في الجانب الآخر. أصحاب الأرض والدار يدخلوا هذه المباراة، دياغو لبس حراسة المرمى، خط دفاع من اليسار إلى اليمين، أنجح الصفقات والعرضية والكرة رسلت إلى ميسي، ميسي وسط الزحمة الوحيد الذي يغلب الزحمة، تسديدة وإلى خارج أرضية الملعب، تصدي رائع 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 من حارس المرمى دياغو لبس. البرشا يرمي بهجماتها، وفي المرمى أيضا حارس من الأسماء، ليس من الأسماء، يلعب الكرة لينيا والعرضية من جانب ميسي، وينك يا بيكا؟ حاول ولكن قرار دي بروغاس يبطل الهدف. يا بيكا بالسلامة لبيكا. في كثير من الأحيان دوما ما يكون عال وآمال لهدف غطال غيابه ل 44 دقيقة. ميسي يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء وسهل إلى أمام، انطلاقة ومحاولة المرور داخل منطقة الجزاء، ضاعت يا دينيس سواريز في حسرة سواريز الذي تمنى لو أن سواريز الأصل كان داخل أرضية الملعب، ولكن مرت وضاعت الكرة الماضية جزاء المحاولة والكرة إلى خارج أرضية الملعب. مضت مشاهدين الكرام، انقضى الوقت الأصلي، تقدم في الأمام وميسي يلعب الكرة العرضية والرأسية، ولكن دفاعية من جانب المتابع للبديل اللي يتقدم داخل منطقة الجزاء، وين المهارة؟ باحثا عن زميل، ولكن داخل الملعب راكيتيتش إلى داخل أرضية الملعب. ميسي يلعب الكرة العرضية والرأسية تبعد بعد ذلك وتصل مبازلة قائمة، نالدو في إبعاد الكرة، ميسي ترويض وتسديدة، وفي كرة ملعوبة من جانب جرانيرو، كرة بعيدة عن طرف المرمى منطقة الجزاء، وحكم المباراة يشير إلى ركلة الجزاء. ليونيل ميسي اللاعب الذي كما ذكرت أكثر من يولف مع الشباك وأكثر من يصادق الشباك والصديق الوفي للشباك أمام هذه الكرة، وأمامه في الجانب الآخر لدينا دياغو لوبيز. ميسي إذن يطالع المرمى والتقدم في الأمام والتسديدة، يا سلام يا دياغو لوبيز، يا سلام يا دياغو لوبيز، تنتفض الجماهير صراخا لتألق الحاضر أمامنا، دياغو لوبيز
ياتي ليونيل ميسي. وسالنا قبل ذلك هل يواصل تالقه وتعملقه في هذه المباراه؟ نعم يواصل يواصل. وامام من؟ امام ميسي. هنا الركله الركنيه والكره ملعوبه طبعا بعد ذلك والتسديده، ولكن ما زال الركض قائما لليونيل ميسي، ما زال عصيان المرمى قائم. تمريره والكره البينيه بصوره جميله والعرضيه وفي الجول. وها هو العشق ينثر فرحا بهذا الهدف الذي يأتي أمامنا، انطلاقة في الأمام وتمريرة رائعة رائعة رائعة. الكرة كانت بصورة جميلة البينية فالعرضية، وبعد ذلك كرة تضرب شباك الحارس سالسين بعد أن ظلت شباكة صامتة هادئة، ولكن الآن تأتي صرخة الهدف الأول ومعها صرخة المدرجات بهدف أول لأصحاب الأرض. هدف أول لأصحاب الأرض في مباراة ظلت بخيلة طوال وقتها الماضي وبخلت علينا بأهدافها، ولكن الآن أكرمت الأرض أصحابها. أكرم